السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين ومشاهدات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نلقاكم الصحة والسلامة يا ربي. هذا النهار غادي نديرو زيادة النبي ان شاء الله، غير العادة ديالنا وصافي. ما غادي نديرو لا فيجطة ولا حتى شي حاجة، غادي نديرو واحد السويديقة، كنديرو البركوكش وسلو وهادشي اللي كان. كنديرو واحد السويديقة والمهم غادي نشاركوها معاكم، ومرحبا بكم معنا، والله يدخل عليكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي. بسم الله. دابا غادي ندير واحد الكيكه ان شاء الله، وبغيت نشاركها معاكم ان شاء الله. مرحبا بكم معنا. بسم الله. كما تشوفوا عندي كاس حليب، كاس ديال سنيده، جوج كيسان ديال الزيت. غادي ندير غير واحد الكيكه عاديه كما تشوفوا، جوج ديال الزيت، وغادي ندير واحد الخمسه د البيضات. بسم الله. كما تشوفوا درت خمسه ديال البيضات. دابا غادي نخلطهم بالدراب الكهربائي مزيان، عاد ندير المكونات الاخرين. وعندي جوج خميرات والفرينه. هنا خواتاتي فين ضربت دوك المكونات، راني ضربتهم مزيان كما تشوفوا هانتوما. وهنا راني دايره الخميره مع الفرينه، دايره جوج خميرات. بسم الله. وغادي ندير خواتاتي هذا الفواكه هادو المعسله، كيعطيو واحد المنظر زوين. بسم الله. وحنا كنتبعوا العاده ديالنا، كنديروا داك القصعه ديال البركوكش، وكنعيطوا للجارات، كنجمعوا، وعارفين الواحد يجمع ويضحك ويفوج صدقه في سبيل الله. وهذا الشيء اللي كان. غادي نخلط خواتاتي مزيان ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي كما تشوفوا راني خلطت الكيكه ديالي مزيان، هي هذه. ودابا راني غادي نخويها في المول ان شاء الله. هذا المول هذا دهنتو بالزبده ودريت له الفرينه كما تشوفوا. ودابا خواتاتي غادي ندخلها الفران ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي باغيه ندير البغرير، راني دايره جوج زلايف ديال الحرشه الغليظه، وزلافه ديال الفورس والملحه. وهنا دايره الخميره ديال الخبز، ودايره واحد الخميره ديال الحلوه، ها هي. حتى نضربو مزيان، وغادي نزيد واحد القرصه نتاع السكر، غير معلقه صغيره نتاع السكر تاع سنيده، وغادي نزيد الخميره كما تشوفوا. غادي نخلطو مزيان، وغادي نشعل عليه العجانه. غادي نديرو في العجانه نضربو مزيان ونعاودو نتلاقاو. اخواتاتي راني كنطيب البغرير ديالي، راني دايره هاد المقيله هادي كما تشوفوا. راني ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، راني نشارك معكم غير لقطات، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اخواتاتي كما تشوفوا راني كنطيب البغرير وطيبت الكيكه، ها هي. وراني نصاوب الحلوه ديالي، هي هذه، راني نصاوبها في البلاطو كما تشوفوا. والبغرير ديالي هو هذا كما تشوفوا اللي كنطيبو، راه الليل وما والكاميرا ما عطيهش حقه. والحلوه ديالي هي هذه، راني نصاوبها في البلاطويات. I'm gonna be a rock star.
الشارع.